نعم يا رب، أنت المعطي وأنت العطية، ولولا عطاياك الأشياء منا أشياء، ولولا عطاياك الإنسان منو إنسان، ولولا عطاياك كنا فكرنا حالنا محبوسين بهالدني، وكنا فكرنا إنه مصيرنا الموت، لكن من يوم اللي خرقت الحاجز وصرت بهالدني صرنا نعرف إنه قادرين نخرق الحاجز ونكون معك هون وهونيك، لأنه لولاك ما في لا هون ولا هونيك. وبيضل السؤال، وين الهون ووين الهونيك؟ ما الهونيك أنت والهون أنت، الهونيك عندك والهون عندك، الهونيك إلك والهون إلك. نعم يا رب، نشكرك لأنك خليت كل المطارح تكون أنت، وكل الساعات تكون أنت، أكتر من هيك كل لحظة من لحظات حياتنا نكون معك وتكون معنا. إلك المجد يا سيد المطارح ويا سيد الأوقات للأبد.